أهلاً وسهلاً بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. كيف حالكم أيها الأبطال؟ اليوم سوف نبدأ بالوحدة 18 النقود الدرس الأول العملة الأردنية. في هذا الدرس سوف نتعرف أولاً على أهمية النقود في حياتنا، ثانياً التعرف على عملة الأردن، ثالثاً عملية تحويل الدنانير إلى قروش والعكس تحويل القروش إلى دنانير، رابعاً حل مسائل حياتية عن النقود. معلم يمكن سؤال؟ تفضل يا معلم. أهمية النقود في حياتنا يا مازن لبيع الأشياء ولشراء الأشياء. معلمتي، ممكن سؤال؟ تفضلي يا يارا. ما هي العملة التي نستخدمها في بلادنا؟ العملة التي نستخدمها في الأردن يا يارا وهو الدينار الأردني، أما الشكل الثاني يسمى نصف دينار، أما الشكل الثالث يسمى ربع دينار. الدينار يحتوي على 100 قرش، أما النصف دينار يحتوي على 50 قرش، أما الربع دينار يحتوي على 25 قرش. هيا لنبدأ بحل الأمثلة. مثال رقم 1، أولاً حول 6 دنانير و35 قرش إلى قروش. 2، حول 5 دنانير و50 قرش إلى قروش. المثال الأول، طالب نحول الدنانير إلى قروش. فرع أول، 6 دنانير و35 قرش بدي أحولها إلى القروش. نلاحظ عنا 6 دنانير و35 قرش. تعلمنا إنه الدينار كم فيها قرش؟ فيها 100 قرش. تمام. هلا كم عدد الدنانير عندي؟ 6 دنانير. كم فيها قرش؟ فيها 600 قرش. إذن هون حولتها إلى 600 قرش، فبالتالي بجمع القرش مع القرش، فبحكي 600 زائد 35 قرش. قديش؟ 635 قرش. إذن 6 دنانير و35 قرش بدي أحولها للقروش، قديش تساوي؟ 635 قرش. المثال الثاني، 5 دنانير و50 قرش بدي أحولها للقروش. عندي 1، 2، 3، 4، 5 دنانير و50 قرش. إحنا حكينا إنه الدينار كم فيها قرش؟ فيها 100 قرش. طيب 5 دنانير كم فيها قرش؟ فيها 500 قرش. طيب يلا حولت الدنانير إلى القرش، 500 قرش. تمام، بجمع 500 زائد 50 رح يساوي 550 قرش. إذن أنا حولت 5 دنانير و50 قرش إلى قروش بمبلغ 550 قرش. أيها الطلاب، أريد تشديد بهم لأن إجابتها صحيحة. مثال رقم 2، حول 745 قرش إلى الدنانير. 2، حول 895 قرش إلى الدنانير.
في هذا المثال هي عملية عكسية، بدي أحول القروش إلى دنانير. عندي فرع رقم 1 745 قرش، بدي أحولها إلى الدنانير. كيف قرأتها؟ بدي أكتبها 745 قرش. يلا 700 قرش وخمسة وأربعون قرش. طيب أنا حكيت 700 قرش بتدل على إيش؟ بتدل على 7 دنانير وخمسة وأربعون قرش. إذا أنا حولت 745 قرش إلى الدنانير. شو هم الدنانير؟ 7 دنانير وخمسة وأربعون قرش. المثال رقم 2 895 قرش، بدي أحولها إلى الدنانير. كيف بقرأها؟ بكتبها يلا 800 قرش وخمسة وتسعون قرش. هاي شو بتدل؟ كل 100 قرش شو بتعطيني؟ تعطيني دينار. طب 800 قرش قديش بتعطيني من الدنانير؟ 8 دنانير وخمسة وتسعون قرش. إذا 895 قرش كم فيها من الدنانير؟ فيها 8 دنانير وخمسة وتسعون قرش.